السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم جميعا. وفي شوية علامات كده مهمة جدا بتحصل في الجسم الإنسان بتحذرنا وتنبهنا لمشاكل كبيرة ممكن تحصل، ولو ما انتبهناش لها ممكن ندخل في مضاعفات كبيرة جدا. لما نيجي نتكلم ونعرف قيمة الحاجة اللي احنا هنتكلم عنها وطبعا قدرة الله سبحانه وتعالى في وعظمته في خلق الإنسان، هنعرف ليه لازم نقول الحمد لله. الحمد لله على الكلى اللي موجودة في جسمنا، لولا الكلى دي ما كانش النظام اللي موجود في الجسم ده انتظر. شوفوا القصة غريبة جدا، الكلى من الحاجات اللي موجودة المصفى بتاعة الجسم اللي هي بتطلع الحاجات الفضلات والسموم والمشاكل اللي بتبقى موجودة في الجسم وتمتص الحاجات المهمة. هل تعلموا ان الكلى مش بتشتغل بس كفلتر كمصفى؟ لا، ده بتنتج هرمونات كمان. طيب هل تعلموا كمان ان الكلى بتحافظ على حموضة الدم؟ يعني حموضة الدم مثلا 7.36 هي اللي بتحافظ عليها، لا تزيد ولا تنقص، هي اللي بتحافظ عليها من كل المشاكل اللي ممكن تحصل. حموضة الدم، لان انتوا عارفين حموضة الدم لو زادت تعمل مشاكل ولو قلت تعمل مشاكل، فهي الميزان بتحافظ عليها. الكلى بتمتص حوالي 88% من البوتاسيوم، والبوتاسيوم المهم، الالكترولايت المهم والعنصر المهم لضبط ضغط الدم والعنصر المهم لحفاظ على القلب وعضلة القلب، حاجات كتيرة جدا البوتاسيوم والعضلات. والبوتاسيوم لو قل جامد بيعمل شلل كامل يسموه بريودك باراليسيس، ان لا البوتاسيوم يقل جدا. بتمتص 100% من او 99% من الميه والصوديوم، يعني 99% والصوديوم، هي بيجي الفلتر ينزل تحت يوم يمتص 99% من الميه اللي موجود في الجسم. والجلوكوز والامينو اسيد، الجلوكوز والامينو اسيد هتفاجئوا بيمتص 100%. يعني شوفوا هي بتقدر تميز، تقول لك السكر والامينو اسيد او الحمض الاميني ده مهم جدا للطاقه، مهم جدا للجسم، فبتشيله كله ترجعه كله، الا في حالات مرضى السكر لما بتلاقيه زايد تاخد ال 100% اللي هي عايزاها وتطرد الباقي. لما يكون مثلا الثريشولد بتاع الكليه لغايه 180 ملي جرام، لما السكر يعلى عن ال 180 تبدا الكليه تطلع الجزء الباقي. شفتوا عظمة ربنا سبحانه وتعالى وفي قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ في مين يقدر يعمل حاجة زي كده؟ مين يقدر؟ تخيلوا كل ده بتشغلوا الكلية. العلامات اللي انتوا ما تعرفوهاش عشان تقدروا تعرفوا اذا كانت الكلية دي واصلة لمرحلة انك انت هتحصل فيه مشاكل وفشل كلوي، بتمر بخمس مراحل. المرحلة الاولانية اللي هي العلامات اللي انت بتشوفها او العلامات اللي انت بتبقاش عارفها، هي المرحلة اللي هي ممكن مفيش أعراض فيها. للأسف الشديد الناس بتبقى متخيلة إن الكلية تحلل تروح تعمل الكرياتينين، كل الناس عارفة يقول له اعمل لوظائف الكلى، مش هي دي خالص، ولا دي اللي تقدر تتنبأ لك بمشاكل الكلية. الوظيفة الكلية هي الفلترة، إزاي تفلتر، إزاي تبقى أنت عامل الفلترز بتاعك، هو ده وظيفة الكلى. وظيفة الكلى في الفلتر، في الفلتريشنز، عشان كده بيعملوا حاجه اسمها استيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت، يعني معدل الترشيح بتاع الكلى، هو ده اللي يقول لنا وظيفه الكلى كويسه ولا لا. ودي بتمر بخمس مراحل، فعلشان كده عشان ابسط لكم الموضوع، ما تعتمدوش اساسا على الكرياتينين. الكرياتينين ده علشان يعلى بياخد له وقت طويل جدا علشان يعلى فيه، يعني ممكن الكرياتينين عندك تبقى طبيعي وانت بدايه مشاكل والفشل في الكليه اللي بتمر بالمرحله الاولى والثانيه، وتكتشف الموضوع وانت في مرحلة متأخرة. اول حاجة من العلامات ان انت زي ما قلنا ما يكونش فيه اعراض، اول حاجة يبدأ الضغط يعلى، الهرمونات بتاعة الكلى بتختل وبتقيس الضغط، فتقوم هي الميزان اللي بيظبط لنا الضغط، فيقوم تيجي تقيس الضغط ابتدى الضغط يعلى. وعلو الضغط مش بس يأثر الكلى سبب فيه، لا ده كمان الضغط يأثر على الكلى، يدمر الكلى، يعمل ستريس، يضغط على اعضاء الكلى كلها، على التيشو بتاعتها، ويظبط لنا ان يعمل التهاب فيه، يدمر الكلى ويرتفع الضغط. ويمكن من ضمن الاسباب الرئيسيه للفشل الكلوي هو ارتفاع ضغط الدم. يبقى انت كده اول علامه ممكن تلاقيها من العلامات
الفشل الكلى او علامات اللي بتظهر في الكلى هو الكلى نفسها، ارتفاع ضغط الدم. تاني علامة الانيميا. الكلى حساسة جدا للاكسجين اللي موجود في الدم، الكلى حساسة جدا، يعني الكلية دي من الحاجات الحساسة للاكسجين. يجي يطلع انت مثلا في مكان عالي زي مثلا الناس في السعودية بيروحوا ابها فوق سطح البحر عالية جدا، فتبص تلاقي الاكسجين يبدأ يقل، الكلية تبقى حساسة جدا، تطلع مادة اسمها الإريثروبيوتين. الإريثروبيوتين دي تقوم هرمون، الهرمون ده يخلي كرات الدم الحمراء تزيد. اول ما الكلى بتفشل وتلاقي المريض عنده انيميا، تبص تلاقي مادة الإريثروبيوتين دي بيدوها ابر، يعني معظم الناس اللي عندها فشل كلوي بياخدوا الإبرة الإريثروبيوتين دي، والناس ما بتبقاش فاهمه انا طب انا عندي انيميا راح اخد حديد. طبعا الناس متخيله كلها ان الانيميا يعني حديد، انيميا يعني حديد. طبعا الكلام ده كله ودايما انادي يقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها الانيميا يبقى حديد، في لازم نعرف السبب. يبقى دي العلامه الثانيه، ارتفاع الضغط الاولى والانيميا الثانيه، وتغيير البول. البول بقى طبعا البول ليه حاجات كتيره جدا ومش بس الكلى، يعني لون البول، الفروسنج اللي هو لما تلاقوا فيه الفروسنج الرغوه اللي بتبقى موجوده ممكن يبقى علامه من علامات الزلال، ممكن مش لازم يكون في زلال يعني. ولون البول، ريحه البول، الصديد اللي بيبقى موجود، كل ده البول بينتج من التصفيه بتاعه الكلى، فبيبقى علامه من علامات يا اما التهاب يا اما في مشاكل كميه البول. هل البول قل يبقى دي مشاكل في الاخراج بتاع الكلى، فطبعا من ضمن العلامات اللي لازم ننتبه لها جيدا. يبدا بعد كده العلامه اللي بعد كده تورم القدم وتورم الرجل والساق، ده بيبقى نتيجه نقص في ماده البروتينات، المصفى الكليه بقت الفتحات بتاعتها كبرت، فبقت البروتينات تنزل جامد، فبقى الالبومين لما ينزل يبدا الالبومين ده عامل زي السفنجه، السفنجه اللي بتمتص الميه اللي موجوده حواليها، مجرد ان السفنجه دي تبوظ وتبقى ناشفه وملهاش لازمه تبدا الميه تخرج بره السفنجه دي. المياه دي لما تخرج بتخرج بره الشرايين، بره المجرى الطبيعي بتاعها، فتورم الساق وتورم القدمين. الالبومين لما بيقل نفس الكلام، الالبومين ده بينتج من الكبد، فبتلاقيه هو المصنع الرئيسي. الالبومين من الحاجات المهمه جدا، فالالبومين تلاقي المايكرو البومين الزلال ينزل في البول ويسبب لنا مشاكل كبيره جدا، فتلاقي الالبومين بيقل، وبتلاقي الاوزموتيك يعني الضغط الاوزموسي في الجسم بيتغير، وتبدا تلاقي فيه مشكلة كبيرة جدا في التورم القدمين. ممكن جدا تكوين الأملاح والحصوات، يبدأ يعمل الأملاح والحصوات ويعمل الستون أو اللي هو الحجر اللي بيبقى موجود في الكلى، وتبدأ في المراحل الأخيرة تتأثر الكلى، ويبدأ النفس يتغير بسبب الأمونيا وسبب الخلل في وظائف الكلى، والعظام بتتأثر والكالسيوم بيتأثر والفوسفات بيتأثر، ودي بتبقى في المراحل الأخيرة اللي بدخلنا في فشل كلوي. علامات خطيرة، علامات مهمة جدا ياريت ننتبه لها. المراحل اللي بتمر بيها الكلى هي بتتوقف على الإخراج بتاعها، المفروض فوق 90 أو 120، في بقى من 60 ل 90، يعني تروح المعمل يقول لك ده انت فوق ال 60 ده طبيعي. طبعا هي بتتحسب بمعادله، هقول لكم في تطبيق على موجود على الابلز وموجود كمان في الاندرويد، التطبيقات دي بتقدر تدخل فيها الكرياتينين، هي معادله وانت بتروح تعمل التحليل هو بيعمل لك كرياتينين وبيعمل معادله، يعني انت ممكن تعمله المعادله دي بتدخل فيها الكرياتينين والسن، لان السن بيختلف واللون البشره والحاجات دي كلها بتختلف، وبتطلع من المعادله معدل الترشيح. المشكله ان احنا بنتكلم كل الاعراض اللي احنا بنتكلم عنها، وطبعا التغيير في والكلى والسكر كل ده وكل اللي احنا عمالين نقوله ده كله، وان السكر اكتر مرض بيأثر ويدمر على الشرايين الرفيعة جدا، الشرايين الرقيقة جدا اللي موجودة في الكلى بسبب مقاومة الانسولين. كل ما اجي احكي عن مقاومة الانسولين ناس كتيرة تقعد تقول لك يا دكتور انت كلمتنا كم مرة، لا ده مقاومة الانسولين هي اللي بدأت وهي اللي عملت وهي اللي رفعت الضغط وهي اللي سببت مشاكل في الكلى وهي اللي وصلت السكر العالي، بقى السكر العالي والضغط بسبب مقاومة الانسولين. وتبدأ الناس اللي بيسأل على مقاومة الانسولين، احنا عاملين فيديوهات كتيرة جدا، ارجع للقناة وهتلاقي في فيديوهات كتيرة جدا عن مقاومة الانسولين، اصبح الموضوع كله سمنة، مقاومة الانسولين وصلت الموضوع الى فشل كلوي. ف
فالحلقه دي يا جماعه مهمه جدا، يعني المعلومات يمكن بحاول ابسطها لكم بعيد عن المصطلحات العلميه على قد ما اقدر. فاتضح ان في الاخر مقاومه الانسولين، السكر اللي وصلنا لتدمير الشرايين الرقيقه اللي جوه الكلى هي اللي وصلتنا لمرحله فشل الكلى. وانتبهوا جدا 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 للفحص الدوري، وانتبهوا جدا جدا لانك انت تعمل تحليل الترشيح. هوريكم المعادله وهنزل لكم الايكو بتاع البرنامج ده او اي مكان تطبيق، بحيث ان انت تقدر تدخل وتعرف الكرياتينين ده الطبيعي ايه بتاعه. طبعا الكرياتينين بيتاثر ب اللي عنده عضلات كبيره، ده غير اللي واحد مثلا عنده بتر في الساق، غير واحد عنده ضعف، بتتاثر بس يعني نسب بسيطه جدا. فطبعا الكرياتينين المفروض ان هو الكليه بتخرجه كله 100%، فبتمتص حاجه 9 من 10، 7 من 10 بس، ده اللي بيبقى موجود في جسمك. فننتبه جدا للفحص الدوري، وننتبه جدا لتظبيط السوائل، وننتبه جدا لكل ما يهتم الجسم بشكل اساسي، علشان نبدا نعرف ونبدا نعالج ونبدا نشوف ونبدا ان ما ندخلش في المضاعفات والعلامات دي في غايه الخطوره اللي احنا قلنا عليها. فارجو الانتباه لكل اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. انا بشكر حضراتكم وتحياتي ليكم جميعا.